انا نعطيك الحيثيات ونشوفوا نحن صار الخطا ولا ما صارش. وزاره التربيه اليوم اعلنت على نتائج الدوره الرئيسيه بالنسبه ل 140 الف مترشح. تعرف علاش طلبوا فيه 140 الف يحضروا له في اللمسات الاخيره، هما يدولي في نتائج النوفيام تخرج باذن الله اليوم، باذن سيزيام اليوم. نحن ديما نخدموا ديما تشتغل الوزاره الفنيه الحقيقه في كل اوقات تشتغل صيفا خاصه. نرجع لموضوعك اللي هو موضوع مهم جدا، ونحن وزاره التربيه اعطيناه الاهميه اللازمه، انه ثم تلمذات مترشحات قاموا بعدد بمطالب للتثبت في الاعداد بتاعهم. التلمذات هذوما هما ناجحين، وصل لهم لسا ماس بتاعهم اللي هما ناجحين. هما شكوا في بعض لي نوت بصفه قانونيه وتراتيب اداريه كلاسيكيه معتاده بها وزاره التربيه للتثبت في بعض الاعداد في اختصاصهم. ثلاثه تلمذات هذوما ينتميوا الى سلسله معينه. السيري يعطيك الصحة. السيري هذيك سي حاتم يلزمك نقول لك اللي هي سيري من جملة أكثر من 9350 سيري على كامل تراب الجمهورية. وزارة التربية كما معتادة خذيت الأمر بكل جدية وبكل مهنية وبكل تقنية وثبتت في الأعداد بتاع المترشحات هذو. كي ثبتت في المترشحات هما ناجحين، قعدوا ناجحين وعطاتهم حقهم بالضبط في إطار القانون. وزارة التربية عملت كما معتادة بصفة مهنية وأخلاقية زادة، خاطر ثم إيتيك في الموضوع، أنه ثبتت في مختلف المترشحين والمترشحات اللي موجودة في السلسلة هذيك. سيري كاملة ثبتوا فيها؟ سيري كاملة سيري كاملة ثبتنا فيها في المواد الكل. واضح به؟ حتى ولو المترشحة الأولى اللي هي ناجحة وقعدت ناجحة وثبتنا في العدد اللي طلبته، نحن وزارة التربية مشيت الأبعد من كيكة وثبتت في السيري كاملة للمطيارات الكل للمواد الكل. اتضح بالملموس أنه ثلاثة مترشحات هما ناجحين قعدوا ناجحين، هذا عدد واحد. واتضح أنه ثم مترشحة مؤجلة أعلن أنها هي مؤجلة وهي ناجحة بمعدل 10. اش قلنا يا سيدي؟ قلنا نحن وزارة التربية البلطي المترشحة هدية اللي هي مؤجلة وماشية للكونترول واللي تبين انها ناجحة بمعدل 10 ما عملتش مطلب بحسب لا ما عملتش حتى مطلب ولا وزارة حتى التربية هي ثبتت. وزارة التربية ثبتت من معناتها بالجدية بتاعها المعهودة في موضوع مهم ومهم جدا اللي هو الامتحانات الوطنية اللي هما المصداقية بتاع الشهادة الوطنية بتاعنا واللي هي المصداقية بتاع تونس في وليدات. ما نلعبوش فيه الموضوع هذا. كان فهمت سامحني سي عماد المغار. اي تفضل. انتم تثبتوا في مطالب التثبت من قبل ثلاثه مترشحات وناجحات اي في السيري هذيك في السياق هذاك لقيتوا البنيه اللي هي بعثوا لها متاجله. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. ونحن ثبتنا سي حاتم وسي خليفه في السيري هذيك وفي المطيارات الكل بتاع السيري هذيك. معناتها قلنا يا سيدي لي باش حتى كان ثم هامش 0.001 من الخطا اللي انت تفضلت وقلت اللي هو عادي جدا خطا بشري وصار ريف نقطعوا له الدابر بتاعه بالنسبه للسيري هذيك. فنحن شنو باش نحب نوصل لك ان وزاره التربيه جهه ثلاثة مطالب بالنسبة للسلسلة هذيك باش نكونوا واضحين، ثلاثة مطالب من عند مترشحات ناجحات قعدوا ناجحات المترشحات هذوما بعد التثبت. فالقرار بتاع النجاح قعد هو بيده قرار نجاح. هذا موضوع في إطور نحن نثبتوا في الثلاثة مترشحات والأعداد بتاعهم. وزارة التربية الإدارة العامة الإعلامية للامتحانات اللي هي تو نحكيو عليها ويلزمنا نحكيو عليها، الإدارة العامة للامتحانات صلب وزارة التربية، معناتها بالجدية المعهودة بتاعها خدمتها وأكثر، مشيت ثبتت في المواد الكل.
في المترشحين والمترشحات اللي ينتميوا لك السلسله هذيك واللي يلزموا ياخذوا حقه اخذته. وانا ننهي الموضوع هذايا خاطر ما يلزمنيش نطول فيه برشا، نوضحوا للساده المستمعين والمستمعات وربي يفضلهم الكل، نقولوا انه وزاره التربيه الطفله المترشحه هذيا راهي ما قدمتش حتى مطلب تاع ترشح بتاع تثبت في الاعداد، ولا ولكن وزاره التربيه والمصالح المختصه بتاعها وقت اللي لقات حقها علمت عليه وقلت لها راك انت مترشحه ناجحه. باهي سامحني لهنا الخطا قلت لك بشري يل بو اريفي نجم نغلط راه بني نخدم نغلط، لكن القرارات اللي خذتها وزاره التربيه قدامها بوان دانتيروغاسيون عفايات بالجمله مندوبة سورس وغيرها علاش؟ أو أو أعذر السبب نقول لك أو نقول لك اللي في 2024 السنة في الدورة الرئيسية اللي سنة 2024 ثم 1516 المطلب تثبت في أعداد. باه في 1516 سي حاتم ثم زوز مترشحين غير القرار بتاعهم من بما فيهم الطفله اللي نحكيوا عليها. كان كنترول ولا كان مدوب نجح؟ كان يعطيك صح. زوز فقط. زوز فقط من 1516 قداش الناس بسيدي؟ دي صفر صفر فصل صفر. يا رحم والديك. هاك صفر فصل واحد اللي نحن شفناه هذاك بالنسبه لنا احنا يلزم ثم اجراءات تتخذ. وزاره التربيه في شخص السيده الوزيره ما سمحتش انه حتى الخطا هذايا ما رضيناش به. وقلنا ثم مواضيع ما نسكتوش عليهم بما فيهم هالموضوع هذايا اللي انت سميته اعفاءات، هو معناتها في اطار معناتها السير العادي بتاع وزاره التربيه تزامن ممكن مع الموضوع هذايا، لكن وزاره التربيه قاعده تشتغل وقاعده تتبع في كل كبيره وصغيره يهم موضوع جوهري كما الامتحانات الوطنيه اللي لا اجتهاد فيها ولا مساس لي حاجة اسمها الامتحانات الوطنية وتقييم أولادنا وفي الموضوع هذا بربي خليني نوصل معلومة ميساج وماني جاي باش نوصل ميساج أنا فني وفي وزارة فنية. إيش أقول لك سي حاتم؟ الإدارة العامة للامتحانات هذه إدارة كبرى تخدم من شهر سبتمبر من كل سنة دراسية إلى غاية شهر جويلية من كل سنة دراسية 24/24. ها باش نعطيك انا فكر باش تبدا الصوره واضحه بالنسبه للساده المستمعين والمستمعات الكرام. عندك ميزانيه بتاع الامتحانات الوطنيه 26 مليار دولار. عندك اكثر من 150 الف عون بين اعوان وزاره التربيه اللي يشتغلوا خصيصا على موضوع انجاح الامتحانات الوطنيه. عندك 15 مليون وثيقه تخرج معناتها كوبي تتطبع في صلب الإدارة العامة للامتحانات 15 مليون. عندك نسبة بتاع نجاح السنة للمتفوقين أكثر من 650 شخص جابوا معدل مشرف جدا. هذوما عدنا 47% نسبة نجاح. هذوما حوايج يلزمنا نثمنوهم ويلزمنا نقولوهم. هذا عدد واحد. عدد اثنين، وزارة التربية هي تخدم في مش واحدة تخدم راهو سي حاتم، وزارة التربية في الامتحانات الوطنية تخدم بمساندة كاملة مع مختلف الوزارات المعنية. نعطيك أنا مثال بسيط باش تعرف هذا لحمي قشعر أنا كيما نقول. يلزمك تعرف اللي وزارة التربية وقت اللي تخرج الامتحانات بكانف السرية المطلقة يعاضدها جنبا إلى جنب رجل الأمن. ويلزمك تعرفوا الشيء هذا ان وزاره التربيه تعمل في مليون كيلومتر على الطرقات بتاع تونس باش تامن الامتحانات بتاعها.